طبعا اليوم عندنا باكج تربون، صوت تربون نزل على اللعبه، في عندنا تحدي راح نفتح هذا الباكج انا ودانا ولينو، وبدنا نشوف مين اللي راح يطلع بحظه المثل تبع تربون. من اول مره راح اطلع المثل، انا راح اطلع. طبعا في حال انا طلعت المثل دانا خسرانه، وفي حال دانا طلعت المثل انا خسران. طب ايش راح تعمل يا ابو غازي اذا خسرت؟ انا اذا خسرت راح تخسر، راح ابقع بيضه بالضبط، راح تفقع بيضه على راسه. واذا دانا خسرت راح تربع 10 من المتابعين بالتعليقات رويال باس. مين دانا؟ صوت قطة. انت شديك حكتي لي؟ بطلتي؟ لا احترفي هسه. لين رح تربح 10 متابعين رويال باس؟ لا بس تخلني انا. رح تربحه؟ لا، 10 متابع رح اربح 10 متابعين رويال باس اذا خسرت، وانا مش رح اخسر. اوكي جاهزين نفتح؟ العدو قدامنا ده صعبة. هاي الوكج، هاي الوكج، هاي شكلها المثك؟ شكلها مش عارف. يلا نجرب. يا عم انت تضرب معنا. يلا يا عم انت تضرب معنا. كم واحدة؟ العدو قدامنا ده صعبة. هاي اول 10، 10 ولا 20؟ 20. يلا 20. هاي مني انا. يا رب يطلع المثك، يا رب ادعوا لي، يا رب ادعوا لي. يا عم انت بتضرب معنا، العدو قدامنا. ما تصرف عليك ولا اشي مثك ولا صوت ولا اشي. لا يا تربون مالك يا جدع. يلا جايز، هلا بحظ لين رح افتح 10 باكجات. بحظ بحظ. يلا اوكي خل نفتح بحظ دانا. 20 بحظ دانا. الو، حلو كثير الباكج، حلو حلو حلو. يا عم انت بتضرب معنا، العدو قدامك ده صعبة. لا يا رب لا يا رب، انا بسم الله بسم الله. الدور ابو غازي. يا رب لا يا رب مثل، يا رب لا. افتح. لا لا شباب الحمد لله. يا جماعة هي كثير صعبة طلعات على اساس من اول مرة ابو غازي. يلا روح. يلا بحظ دانا. والله كفو يا عم انت بتضرب معنا. بس استنوا استنوا، هاي مش المثل، هاي مش المثل صح، بس برضو انا ربحت اول مرة. حلوة حلوة. لا لا حلوة. يلا هسا بحظ لين، خلينا نشوف لين البيض اللي ليفت الحماء اللي مش عارف. طيب يلا 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 لين بحظ لين، خلينا نشوف شو. لا يا جماعة ولا اشي، عادي عادي عادي. انا حظي هسا. يلا حظ مثل بربا. ايش انا حظي؟ انا حظي مستحيل. ايش في حظكم انتوا يا جماعه؟ اذا بتتوقعوا نربح المثل هلا اكتبوا لنا. يا الله. طب يلا بسم الله يا رب. ليه من اول محاوله؟ يلا طلع لها نفسه نفسها نفسها اللي كانت. يا عم انت تضرب معنا، العدو قدامنا ده صعبه. هي علينا يا شباب. ايش في حظي كثير سيء. توقعوا في لها جلتش يا جماعه انه تفتح مثلا 19. هاي كم؟ اسمعوا هاي بحظ المتابعين. شو هذا يا جماعة؟ حلو حلو حلو. ولا اشي يلا بحظ. اسمع يا جماعة، عندي جلتش، بدي 19 مش 20. وشوف جلتش فاشل، جلتش من اول. يا لين هذا بحظ لين. مين منها؟ اوف لين حلو. طب خلينا نشوف شو ربحنا عشان تعرف. يلا اوكي افتح الطريق، انا داخل. خشوا في الاوضه واستخبى، لو حد خبط ما تفتحوش. هذول النا ما تفتحوش باب لحد. سيبنا ندرس الموقف الاول، وطي ليشوفوك. ما تتعورش ما تتعورش، عندك فرط حركه ولا ايه؟ ريح على ركبتك. عندك فرط حركه. ريح على ركبتك، ريح على ركبتك. حلوين، ريح ركبتك. حلو مش صوت واحد بس. ربحنا كذا صوت يا جماعه، بس باكج كامل. اوكي المثك لسه ما ربحنا. اوه احنا صراحه يعني حابين المثك. اوكي حلوين حابين المثك. يلا يلا يا رب نرجع. طب اسمعوا هاي بحط كل يا واحد. يا عم انت بتضرب معنا، العدو قدامك ده صاحبك. هسه لا مستحيل. يا عم انت بتضرب معنا، العدو قدامك ده صاحبك. نتهور 40 او 50. يا عم انت بتضرب معنا، العدو قدامك ده صاحبك. مش مطمنه يا جماعه. 40 ليتس جو. بسم الله. صوتين جداد. طب لا هم نفسهم يمكن. لا جداد بيكونوا اطفال. جد؟ خلني نفسهم. مش جداد؟ الباكج نفسه ربحنا يا جماعة. خلص صار لازم نربح المثك، طولنا كتير. يلا أبو غازي بحظ كل واحد حظه حلو. يلا بس يا جماعة يلا ثلاث فتحات معنا، 10 ب 10 ب 10. أول وحدة بحظ لين النوبة. لين 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 فتحت لين النوبة. طبعا ما راح يطلع شيء طبعا لأنها لين النوبة، ما بتعرفش تلعب قراني. هذا بحظ أبو غازي. إيه الحظ الثاني هي دانا. يا رب برضه بيض طبعا. خايس ملاحظين انه انا بحظي ما طلع شيء اليوم، لازم يطلع شيء. واو ابو غازي عمل شيء حظك حلو. طلع. طيب يا جماعه بتعرفوا شو راح يصير هسه؟ دانا تخيل ان انا راح العب باركور على الموبايل من اول مره وان شاء الله يعجب. ابو غازي باركور على الموبايل؟ ما عمرك لعبت باركور على الموبايل؟ ما عمرك. بدي العب باركور على الموبايل واهايط بصوت تربون كمان اليوم. من اول مره بدك تفوز؟ ليه؟ ان شاء الله على الموبايل؟ اه وابو غازي اذا خسرت حتفوز فوق راسك بيض.
يلا حبايب القلب هسه بدنا نلعب باركور موبايل بس عشان فيش في شحن لازم اسكر وارجع لكم. طيب يا جماعه خلصنا كل شيء وفتحنا الباكج بس يعني ما طلعنا المثل كان بخاطر المثل ان شاء الله بنطلعه المره الجاي. وهسه يا جماعه راح العب لاول مره بحياتي باركور على الموبايل وبدي اجيبها من اول مره ومن اول محاوله. طلعنا الباكج وخلصنا المطلوب. ايش ابغى زيد هسه انت خسرت حتفقس فوق راسك بيضه بفقسها وباكلها وبعمل شو ما بدك. انا ابو غازي من اول مره. غازي الموبايل صعب. الموبايل صعب ابو غازي. لا مش صعب حتى انت حتى بالبي سي نو هسه راح تشوفوا. هسه راح انا ليش احنا بنحكي كثير هسه راح تشوفوا. لاول مره في حياتي راح العب باركور على الموبايل. اول مره في حياتي متخيلين تتوقع واول خساره. واذا ما جبتها يا الربع بيضة هاي براسي اوكي بنص راسي راح ابقعها. ابو غازي انت راح تخسر. لا تتحدى حالك من اول مره ومن اول محاوله. يلا بنشوف. يلا محاوله من اخر محاوله. القوه القوه يا ربعي. اذا ما بجيبها ركزوا معي ها. اذا ما بجيبها من اول مره ومن اول محاوله البيضه البيضه هاي راح تنفقع براسي. يا رب يخسر. يلا 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 اللهم يا جماعه راح يخسر. تركيز القوه القوه يا سلام. انت منهم. اسمع 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 بيلسع. بقول لك عمك تربون بيلسع والله بيلسع والله بي... من اول مره من اول مره اقول لك كيف. يلا ليش ابو غازي انت فزت؟ لانه ما عاد بيقدر يعمل اللي انا بعمله. ما عاد بيسوي ابو غازي. انت انت فزت يا جماعه. اسمعوا لي هاي. اسمعوا لي هاي ايش؟ اسمع لي هاي. طب اسمع لي انا ليش وقعت البيضه براسي اصلا؟ اخوي اسمع لي هاي. انا ليش وقعت البيضه براسي؟ اسمع لي ابو غازي لفقعتها عن جد يا غازي. متهور متهور يا جماعه. هذا المقطع لازم يوصل اقل شيء 100,000 لايك. يعني ضربت البيضه براسي بالغلط. باي.